أبطال رابعة ابتدائي، أهلا بيكم. معادنا مع شرح مادة المهارات المهنية، وهناخد الموضوع الرابع، الزراعة في المنزل. إيه ده بقى؟ إحنا هنزرع كمان في البيت؟ تعالى نتعلم مع بعض نزرع ونختار نباتات حلوة جميلة نقدر نزرعها في البيت ونستفاد بيها. أول حاجة في البيت تقدر نزرع نباتات الزينة. إيه نباتات الزينة دي؟ بنسمعها إن هي بتزين، يعني أول حاجة بتدي لمسة جمالية وتساعد كده على الشعور بالراحة والانبساط، تحس إنها شكلها حلو وجميل. تاني حاجة لها فايدة مهمة جدا، إن هي بتنقي الهواء من خلال عملية البناء الضوء وتزييد غاز الأكسجين. طبعا أنت عارفين إن الإنسان لما بيطلع ثاني أكسيد الكربون ومحتاج أكسجين عشان يتنفس، فلما يبقى في زرع حواليك بيزود الأكسجين، وده بيديك إحساس بالراحة. طبعا نباتات الزينة كلها من اسمها كده بتتميز بجمالها وشكلها حلو وفيها أزهار حلوة، عشان كده بنستخدمها في تجميل المنازل. وبنقسم نباتات الزينة 3 حاجات: أشجار وشجيرات ونخيل الزين. طب إيه الفرق ما بينهم؟ أول حاجة الأشجار دي بتبقى من اسمها كده طويلة، حاجة طويلة. الشجيرات بتبقى قصيرة شوية، تمام؟ ونخيل الزينة اللي هو بيبقى شكل نخل. طيب تعالوا نشوف واحدة واحدة كده. الأشجار دي أكبر النباتات حجما، وبيزيد ارتفاعها عن 3 متر، زي شجرة الفيكس ديكورا مثلا. شجرة الفيكس دي معروفة، بتبقى مزروعة في معظم الأماكن قدام البيوت والحتت دي. الفيكس ديكورا دي بيزيد يعني حجمها ارتفاعها عن 3 متر. طب الشجيرات دي بتبقى أكيد أصغر، لأن كلمة شجيرة أو شجيرة تصغير شجرة، يعني كلمة شجيرة تصغير ايه؟ شجرة. طب الشجيرات هي شجرة صغيرة لا يزيد ارتفاعها على 3 أمتار، مثل انا بس ايه، الهيبسكس والورد البلدي. دي دايما بيبقى فيها ورد كده. الهيبسكس ده برضو نوع من الورد، والورد البلدي طبعا كلنا عارفينه. دي برضو نباتات زينة، شجيرات. نخيل الزينة بقى دي بنستخدمها للتزيين، وتعتبر من اجمل النباتات، زي النخيل المروحي اللي هو بيبقى عامل زي شكل مروحة، يعني فيها دوائر كده، تمام؟ ده النخيل المروحي. وفي الصبارات رقم 4، الصبار دي نباتات عصارية معمرة تتحمل ظروف الجو القاسية، زي صبار جلد النمر والأوليفيرا أو الألوفيرا. جلد النمر لأن بيبقى فيها شبه شوية من جلد النمر، ودي نباتات مهمة جدا إن إحنا ممكن نستخدمها في حاجات كتيرة جدا، وماما وبابا يقولوا لك إحنا ممكن نستخدمها في إيه كتير. المتسلقات بقى اللي هي بتبقى نباتات مش بتقدر تنمو بشكل رأس، يعني ما بتطولش فوق كتير، لكن هي بترمي ايه، يمين وشمال، زي الياسمين البلدي والبوتس. البوتس والياسمين البلدي، ده الياسمين شجر ياسمين برضو، ده ريحته حلوة جدا وجميل. يبقى احنا عندنا 5 انواع من نباتات الزينة: الاشجار، الشجيرات، الاشجار والشجيرات، وايه تاني؟ ثانية واحدة عشان في مشكلة عندي. الأشجار والشجيرات ونخيل الزينة والصبارات والمتسلقات، تمام؟ وقلنا أمثلة عليهم. النباتات المنزلية والتزيين الداخلي، داخل جوه البيت بقى، في عندنا نوعين من النباتات: في نباتات عشبية وفي نباتات الزينة. زي ما احنا قلنا، النباتات العشبية اللي هي العشب دايما يا أولاد زي البقدونس، الكزبرة، الياسمين، البوتس، الفلانجيوم، الحاجات دي، النعناع، كل دي اسمها نباتات عشبيه. دي دايما بيبقى ليها ريحه، تمام؟ تتميز براحتها الجميله، ويمكن استخدام انواع منها في الطعام زي الكزبره والزعتر والنعناع واليانسون والقرفه. كل دي اسمها نباتات عشبيه، تقدر تزرع في البلكونه مثلا، تزرع في اي حته تاني. نباتات زينه، النباتات الزينه بتتقسم لنوعين: نباتات زينه مزهره ونباتات زينه ورقيه وغير مزهره. يعني ايه مزهره؟ يعني فيها زهر. هي نباتات تزرع في البيت بغرض التزيين، زي نباتات الياسمين والجارونيا والورد والفل، تمام؟ ونباتات زينه ورقيه وغير مزهره، يعني ما فيهاش زهور، فيها ورق بس، زي الفلانجيوم والبوتس والقشطه والفجير. كل دي انواع نباتات. تقدر لو انت عايز تتعرف اكتر تبحث على جوجل باسم كل نبات، وتتفرج على فيديو مثلا، او تشوف معلومات اكتر عن كل نبات، وتختار هتزرع ايه في البيت. في حاجه اسمها اللبلاب الشيطاني. اللبلاب الشيطاني ده نبات غريب قوي، ان هو استحال ان هو يموت، وبيكبر في الاماكن المظلمه اللي ما فيهاش ايه ضوء.
تمام، بس هي مشكلتها بس ان هي سامة، يعني ممكن لو عندك حالات أليفة قطة او كلبة او حاجات زي كده وكلت منه ممكن يموتها، عشان كده لازم نخليها بعيدة عن ايه، عن متناول الحيوان. طيب كل النباتات بتحتاج للضوء للقيام بعملية البناء الضوئي. عملية البناء الضوئي دي بتمتص الضوء وتحوله لغذاء جواها، فبتستخدم الضوء. نباتات الزينة بتتقسم لنوعين على حسب شدة الضوء اللي هي بتتحمله، يعني نباتات تحتاج لضوء شديد مباشر وتتحمل شدة الضوء زي نبات الصبار بيحتاج لضوء ما ينفعش يبقى في الظل، تمام. نباتات تحتاج الى ضوء اقل ولا تتحمل الضوء المباشر زي نباتات ايه، نباتات الظل زي نبات البوتس والفل، ده بيبقى عايز اللي هو فكرة ايه، ما يتعرضش لضوء مباشر يبقى فيه نور بس كده، تمام. انت هنا مخطط للشقة بتاعتك، تفتكر هتزرع فين بقى؟ فكر كده هتزرع في انهي حتة، هل في البلكونة مثلا، ولا هل في المطبخ، ولا في غرفة الجلوس، ولا في اي حتة؟ فكر في مكان تزرع فيه حتى لو شجرة واحدة بس. انت ابحث عن نبات تقدر تزرعه، اكتب اسم النبات او النباتات 3 انواع مثلا او نوع واحد، ونوع النبات ده ايه، عطري ولا نبات زينة ولا نبات عشبي ولا ايه نوعه من الانواع بتاعته، ومكان زراعته في المنزل تحطه فين، نباتات مزهرة وغير مزهرة، يا ترى نبات فيها زهر ولا ما فيهاش، وهكذا. تعال ناخد كام سؤال خفيف. من النباتات العشبية التي تزرع في المنازل ولها فائدة في إعداد الطعام؟ أول حاجة نباتات عشبية يعني لها ريحة في نفس الوقت مستخدمة في إعداد الطعام، يا ترى البوتس ولا الكزبرة ولا الجرونية ولا الفجير؟ طبعا الكزبرة، الكزبرة طبعا هي بنستخدمها في الطعام. نباتات الزينة المنزلية لا تحتاج إلى إضاءة شديدة، نباتات الزينة المنزلية اللي ما بتحتاجش إضاءة شديدة زي إيه مثلا؟ إحنا قلنا الصبار لازم إيه؟ لازم يكون شمس مباشرة. البوتس اللي إحنا قلناهم أهو، لو نراجعهم تاني، البوتس والفل دي اللي مش بيحتاجين لإضاءة إيه؟ إضاءة شديدة، تمام؟ يبقى ده البوتس. طيب نباتات الصبار من نباتات الزينة اللي تحتاج إلى الإضاءة المباشرة، الإضاءة الخافتة، الري بكثرة، السماد بكثرة، طبعا الإضاءة المباشرة، تمام. وبكده نكون خلصت الدرس بتاعنا اللذيذ الجميل كده، زراعة في المنزل، وهنكمل المرة الجاية حاجات تانية عن الزراعة في المنزل برضه، تمام. رعاية نباتات الزينة، ازاي ان انت تراعي النبات جوه البيت بتاعك. فيا ريت اول حاجة نختارها، نزرع ايه مع بعض كده، ننفذ الكلام ده عملي، وازاي نحافظ عليها بعد كده، وازاي نرويها، وهنعمل ازاي كمان نعمل تقاصر للنباتات دي، وهنتعلم حاجات كتيرة جدا 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 المرة الجاية. أتمنى لك كل التوفيق، باي باي.